ضمن فعاليات اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في سوريا، عقدت الندوة الثانية تحت عنوان الدولة الوطنية وتحديات الإرهاب، وذلك بإدارة الدكتور علي دياب وبمشاركة عدد من الكتاب والباحثين العرب، وذلك في مقر اتحاد الكتاب العرب في دمشق. هذا العنوان هو غاية في الأهمية، وهناك 5 زملاء مشاركون، زميل باحث من سوريا، وأربع زملاء من أقطار عربية، من الأقطار العربية أو الوفود العربية المشاركة في هذه الندوة. بالتأكيد سيسلطون الضوء على هذا العنوان اللي هو الدولة الوطنية وتحديات الإرهاب، وهناك طبعا مصطلحات ومفاهيم ماذا نعني بالدولة الوطنية، والفرق بين الدولة الوطنية والدولة القومية، مسألة العلمانية، حيادية الدولة أن تكون على مسافة واحدة من مواطنيها وتقديم احتياجاتهم. وبالتأكيد سنستمع إلى زملائنا وإلى الباحثين ماذا سيتحدثون. استعرضت في كلمتي التحديات التي تواجه الدولة الوطنية من الإرهاب، كيف تستطيع الدولة الوطنية من مواجهة الإرهاب، ما هي شروط هذه المواجهة، ما هي شروط بناء الدولة الوطنية، دولة المواطنة، كيف ستعمد الوحدة الوطنية للتصدي لكل مشروع إرهابي، كيف أن الهوية الوطنية المتماسكة تمنع وتحد من تسلل الفكر الإرهابي إلى الداخل. هناك شروط عديدة لهذا الأمر وليست سهلة، بل هي تراكم فكري تاريخي، هو ما عرف بنضال الشعوب للوصول إلى دولة المواطنة، الدولة الوطنية. نحن نقدر بأنه كانت الهوية هي أول ما تم استهدافه في الحرب، ومن المفترض أو ربما من المؤكد أو شبه اليقيني بالنسبة لي على الأقل أنها قد تكون آخر ما يمكن ترميمه وإعادة بنائه في مسارات الحرب أو ما بعد الحرب في بالنسبة للبلاد. أهم النقاط اللي ممكن يصير إشارة لها هي شو هي المفردات الأساسية اللي ممكن، شو هي الأجندة المحتملة أو المفترضة لإعادة بناء الهوية الوطنية بتأثيرات الحرب، وأنه يكون السوريين أن يتوافقوا على ما يمثل الهوية بالنسبة لهون في المستقبل. لماذا يستهدف الإرهاب الدولة الوطنية؟ سوف أبين أنه الدولة من قراءة المركز الهيمني العالمي حاليا أن الدولة الوطنية أصبحت هي العائق أمام بسط الهيمنة الرأسمالية أو الإمبريالية العالمية، هي العائق أمام إتمام هذه الهيمنة المعولمة. بعد سقوط المعسكر الاشتراكي أصبح العدو هو الدولة الوطنية الموجودة في بعض مناطق العالم، وبالتالي كيف يقع إسقاط الدول أو بالحروب بكل أنواعها، من الحروب الجرثومية إلى الحروب الإيكولوجية إلى الحروب العسكرية إلى إلى إلى، وبواسطة آليات مختلفة منها آلية الإرهاب. مفهوم وتعريف الدولة الوطنية وشروط مواجهة الإرهاب والتصدي لكل مشروع استعماري كانت أهم المحاور التي جرى التطرق لها خلال هذه الندوة، وأتت هذه الندوة ضمن جدول أعمال المجلس كخطوة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك وبحث سبل التلاقي خاصة في المجال الثقافي.